هلا والله. دي ردة فعل الأشكال الضالة اللي تتابعك وبتاخد منك المعلومات وفي الآخر تغلطك وتقولك أنت غلطان ويا دجال يا مشعوذ يا كذب المنجمون ولو صدقوا. ردة فعل الناس بتوع يعني الناس بتوع البطيخ، ردة فعل الأشكال الضالة خلينا نسميها كده، ردة فعل المجتمع العربي الشرقي الإسلاموي على لما تحط توقع وتتكلم في موضوع ويطلع للأسف إنه صح. يعني تحط دلالات النجاة والخطر وتتكلم في الموضوع بشكل يعني واضح وبشكل موضوعي وفي الآخر مش عاجبهم الكلام. يعني أنت ما بيدك شيء، لو أصاب أو أخطأ أنا ما قلت إنه هيموت وما قلت إنه هيعيش، أنا ما قلت إنه هيموت وما قلت إنه هيعيش، أنا حطيت دلالات الخطر ودلالات النجاة وقلت إن دلالات الخطر أكتر من دلالات النجاة. الفيديو موجود على اليوتيوب ممكن ترجعوا له، حللت الموضوع بشكل كامل، قلت فين كده وفين الكوكب ده وده متصل بده وده اقتران ده وكده، ومع ذلك يعني مع ذلك المجتمع العربي الشرقي الإسلاموي والأشكال الضالة اللي بتتابعك مو عاجبهم الكلام ومو لادد عليهم الكلام وبس يكدبوك وبس يا دجال وبس يا مشعوذ ويلعن أبوك ويلعن أمك وبس. أدي اللي احنا بناخده من المتابعين. على فكرة أنا أصلا ما أهتم، يعني ما أهتم الكلام الناس، يعني عادي الشتايم اللي بتنزل انزل اشتم زي ما أنت عايز، ما أهتم أصلا. يعني أنا عندي مناعة ضد الشتيمة وضد السفالة وقلة الأدب، لأن هما مجرد حسابات وهمية ضالة ما فرقت معي. يعني أنا ما أهتم لكلامهم صراحة، ليش؟ لأنه عارف إن هما أشكال ضالة، وزائد إن هو ما عنده شيء، يعني ما عنده شيء يقدمه، ما عنده علم يجادلك بيه، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما في علم يعني. فلما تنزل توقع او تنزل شيء او تتكلم في حاجة وانت تبقى شايف ان الواقع مختلف، عادي ان الناس تقول عنك ان انت متشائم وان انت مش عارف ايش، خليهم يقولوا. انت لما تبقى شايف الواقع زي ما هو ومطلوب منك تكون صادق وتقول الصدق والامانة فخلاص، بلاش بقى الناس تقعد تعيش على امل كذاب ولعب في اعصاب الناس وما زال حي ومش ما زال حي. طب ليه بتكذب على الناس؟ ليه بتدي الناس امل، اعطاء الناس امل كذاب، العيش على الامال الزائفة الكذابة المخادعة؟ ليش؟ هو واضح انه الله يرحمه. طيب ليش تعيش الناس على الامال الكذابة الخادعة؟ ليش المبالغة والمزايدة؟ دي صفة من ضمن صفات المجتمع العربي الشرقي الاسلامي اللي احنا عايشين فيه، انه يقعد الناس على اعصابه ويلعب في اعصاب الناس ويخلي الناس تقعد تتابع ويلعب على اعصابه وهو الطفل ميت اصلا. مشكلة.